一些人际。في نهاية الاجتماع اليوم تقرر أننا نواصل في الزيادة الإجمالية للإنتاج ب 400 ألف برميل في اليوم خلال شهر أفريل، ويصبح إنتاج بلادنا للنفط يتجاوز 1,000,000 برميل في اليوم، وبالضبط 1,000,000 برميل في اليوم خلال شهر أفريل. وتقرر كذلك أننا سنلتقي في الاجتماع المقبل يوم 31 مارس المقبل لكذلك مواصلة التشاور حول عملية الإنتاج وكتفاعل السوق كذلك. أما بالنسبة للنسبة الامتثال بالنسبة لكل بلدان الأوبك وغير الأوبك، وصلت النسبة 129% لامتثال الإنتاج لكل الدول.